السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي يا جماعة، ويا ريت تنشروا الفيديو ده وتشاركوه يعني على قد ما تقدروا، لأن في طريقة جديدة للنصابين بقوا يعملوها، اللي هم بيسحبوا الفلوس من على فودافون كاش عن طريق أونلاين. بيسرقوا الناس بكل سهولة، بيتصل بيك واحد وياخد المعلومات وياخد منك كل حاجة، مجرد ما بيبعت لك رقم مكون من 4 أرقام ويقول لك ملهوني، بيروح جاي ساحب الفلوس اللي عندك كلها. والله ان الموضوع ده حصل من كذا حد، حد اتسرق منه 25,000 جنيه، تمام، وحد اتسرق منه 12,900، وحد اتسرق منه 500 جنيه. يا ريت تنشروا الموضوع ده وتخلي بالكم على قد ما تقدروا، دي نصيحة لوجه الله، حاولوا تنشروها لان الموضوع ده انتشر جدا. الاول كانوا بيبعتوا لك بتاعت العمالة الغير منتظمة، دلوقتي بيسرقوا الفلوس اونلاين من على فودافون كاش من على المحفظة، فمش اي رقم يتصل بيك تصدقه وتديله معلومات. يا ريت تنشروا الفيديو على قد ما تقدروا. بارك الله فيك.